شهر رمضان المبارك كيتسناو جميع افراد الاسره. فهاد المناسبه هادي كنعطي واحد الاهتمام كبير للعبادات لقيام الليل، وكيكون كذلك ان شانجمون في لو ريتم دو في، كيتبدلوا لي زوغير ديال لي روبا، وكذلك النوم ديالنا تيتبدل. لكن ما خصناش نساو الصحه ديال وليداتنا اللي تقدر تاثر في هذا الشهر المبارك. الطفل كيخصنا نتعاملوا معاه كطفل، عنده 4 الوجبات في اليوم اللي كيخصنا نحترموهم. الفطور خصو يكون اكيليبري افيك ان مورسو دو بان، زويته بلديه او لا فروماج، ومعاه كاس ديال الحليب. بالنسبه للغداء خاص تكون لا باز ديالو هو الخضر اكومباني دو بروتيين، كنقدروا نلقاوهم في اللحوم او الحوت او ميم في لي فروماج اي البيض. بالنسبه للكولاسيون او لو بوتي اللي خصو يكون في وقيته ديال 4 د العشيه، احسن حاجه نقدروا نعطيو للوليدات في هذه الوجبه هذه هي ان فروي. بالنسبه للعشاء كنقدروا نزامنوه مع وجبه الافطار. فهاد الوجبه هادي كنقدروا نعطيو الوليدات شويه ديال الحريره، البيض، ياخذ شويه ديال التمر، ولكن من الاحسن نتجنبوا كل ما هو مقليات او لا لي زاليمون اللي تيكونوا غيش اون سوكر بحال الشباكيه مثلا. نتجنبوا بيان سور تو سكي جو اندستريال، من الاحسن ياخذ عصير اللي مطحون، واحسن حاجه كتبقى يقدر ياخذ وليد يشربها هي الماء. المساله الثانيه اللي مهمه هي النوم ديال الوليدات الصغار اللي كيتاثروا في هذا الشهر هذا. الوغ الوليدات كيحتاجوا واحد الساعات النوم كافيه على حسب السن ديالهم. ما حد الوليدات تيكونوا صغار ما حدهم تيحتاجوا ينعسوا اكثر. الخطر اللي تيقدر يكون في هذا الشهر هو تنأثروا على السومي ديال الوليدات ديالنا، ما كيبقاوش مركزين مزيان، وهادشي تيكون تاثير على الدراسه ديالهم. خلاصه خصنا نحافظوا على الصحه ديال الوليدات ديالنا في هذا الشهر ونهتموا بهم. خصنا نحافظوا على الوجبات ديالهم والنوم ديالهم باش ما يكونش هادشي عنده تاثير على المردود الدراسي ديالهم. Thank you.